يا اهلا بيكم، سلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هالة من قناة هالة حياتي، والنهاردة هنعمله مع بعض اسهل طريقة للفراخ. زي ما انتوا شايفين ما خدتش معانا 5 دقايق وبدون اي مكونات اضافية. نشوف الطريقة ازاي ومكوناتها ايه. استوت وبقى شكلها جميل قوي وطعمها احلى ولونها جميل. يلا بينا نروح على المقادير. معايا هنا فراخ بانيه مغسولة، طبعا محطوط لها خل وليمون مشطوفة تاني، يعني اتغسلت مرتين. معايا الطاسة فاضية، هي دي كل المكونات اللي معايا. طبعا هحط التوابل، هي دي الحاجة الأساسية فيها. معلقة سمنة صغيرة، ومجرد ان السمنة هتبتدي تسيح هنزل بالفراخ بتاعتي. هحط على قد الكمية اللي انا عايزاها. انا هعمل كمية تقضي فرد واحد، واكتر كمان من، يعني ممكن يبقى اكتر كمان من فرد، يعني هي كمية حلوة 5 قطع. هحط التوابل بقى، ده فلفل اسمر، هي دي اهم حاجه في الطريقه ديت. توم باودر، هي كلها التوابل، التوابل بتاعتها هي اللي بتديها الطعم. ده شطه، ده الملح بتاعي، هبتدي بقى ايه اقلبها على الوجهتين. انا حطيت كمان قرفة معاهم. ولو عندك عسل ابيض ممكن تحطي معلقة صغيرة، هتديها طعم جميل قوي. اقلبها كده بقى على الوشين، تاخد اللون بتاعها وتستوي حلو كده. طبعا الطاسة اهي فيها جزء فضى، فبحط بكمل فيها بقية الفراخ بتاعتي. هي ما بتاخدش وقت في السوا خالص. وفي 5 دقايق هتتعمل معانا، ويمكن اقل من 5 دقايق. طعمها جميل جدا، بس اهم حاجة طبعا التوابل اللي اتحط فيها والقرفة بتاعتها. طبعا عايزة بقى طعم الشوي، سهلة قوي. هنعمله ايه؟ هنحطه طبعا الفحمة، حطيناش فيها اي مكونات، حاجات بسيطة، هي التوابل ومعلقة سمنة واحدة. حط الفحمية بقى سخنة واغطيها، طلع ريحة الفحم والشوي بتاعها، وانا احط عليها حتة سمنة صغيرة او زيت عشان الفحم يعمل الريحة بتاعته. وبس كده، هي دي بس الطريقة، سهلة وبسيطة جدا، ما خدتش معانا وقت والطعم جميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى كل اللي عجبوا الفيديو لايك وشير.